ضربوا على بوك الحرام. مر العصر بشي شوية جا واحد الراجل وشبر واحد وحق ورية هو عنده اللحية طويلة وبلبس حد قندورة بيضة شبر ساعتك ضربة عنقة من هنايا ساعتك مشى هرب تبعو واحد بالموتور وضربو ساعتك وراها ودخل مشان واحد طرق مقراش يمشي فيها موتور ساعتك تبع واحد خمسة ويديك مرة شبرت والخلعة جلست حدا الربع وقعت الشبرة في عنقة ساعتك جاو الناس بداو كي يعملو فوطة كتريد كي كتريد ديك سيتي كلوب ساعتك كانت راجعين الدار كتجري بشوية جات كبيرة شوية في عمرها شعر مبوكل فعند فيا فعند جاو شبرا مشعرة ودفع معاهم اللي كنا ديجا كنت ديجا انا وماما واختي ديجا كنشوفو بنت طيحة في الارض الحق كانوا معاها الناس بتعدلهم عليها الناس وهذا والولد واحد الولد هو اللي بقى معاها بقى تاب الله العافية هنايا كانت باقا بالروح ما كتهضرش غير كتبسل والعرق فهمتي في الخاطر اصلا عرق مخطى على في عنقها هادشي اللي كاين ترى واحد في اجنبية فيها طايحة من بدا في الارض مضروبة على العنق ديالها يعني انا ما عرفتش ضربها شي واحد بالموت او لا طحت انا في واحد في السين تما انا ما عرفتش كان ديك الناس كيقولوا بلي راه واحد راجل هي اللحية ديالو كان تابع دوز عليها وهرب للجهة الاخرى السيدة كانت طايحة واحد السيد كان شادها مشبر ليها العنق ديالها بواحد الفوطة جات واحد طبيبة كتخدم في الصيدلية بس قام بالإسعاف الأولية ولكن شاف بلي أنا الراجل عامل الفوطة على أساس العنق ديالها ما قدراش بس أنا ما نقدرش نحيي الفوطة كنت غير نحيي الفوطة باش ندير فاطمة ولا ندير شي إجراء ولا شي حاجة يقدر الدم فهمتي الدم غادي يتيح بزاف يعني خاصو باش ما أمكن يشد هذيك الفوطة على العنق ديالها بقوة باش يحاول ذلك الدم ما يخرج صافي ديك اللحظة جات إسعاف جات السيدة الداو